أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السياسة الشرعية قائمة على الدفع لا على الرفع. مرة أخرى أكرر هذه القاعدة ليكون مدخلا في حديثنا لهذه الليلة. الإسلام في تشريعاته يدفع المصيبة والفتنة قبل وقوعها، فإذا وقعت الآن يعطيك الحل أيضا. مثلا في باب التعامل مع النساء، إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الإسلام أمر المرأة أن لا تخفض من صوتها لئلا يطمع من الذي في قلبه مرض. إذن جعل الحدود بين الرجل والمرأة لئلا يقع الإنسان في الفساد. هذا مثال. مثال آخر وهو موضوع حديثنا الليلة، الحث على الزواج وعلى التزويج. الإنسان الأعزب يظل في في مهب الرياح كما يقال هذه الأيام. كل شيء يثير الشاب، سوقا جامعة، حتى الدعايات والإعلانات في الشوارع تثيره. أضف إلى الخلوة مع وسائل الإعلام الحديثة تنقله إلى أسوأ البقاع، نعم، من حيث الفساد والإفساد. إذن في كل العصور التزويج كان حلا، ولكن في زماننا هذا الحل متأكد. نذكر لكم بعض الروايات في هذا المجال. أولا، من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله. كلمة قصيرة، نعم، فيها كل الحث. الآن من نكح لله معلوم، وأنكح لله هل المراد بذلك من أعان أحدا على الزواج؟ ممكن هذا المعنى. في روايات أهل البيت عليهم السلام ورد حث شديد على أن يكون للإنسان دور في هذا المجال. إنسان يسعى بين امرأة وبين شاب وشابة، يتزوجان على بركة الله عز وجل، ينجبان ذرية صالحة، إلى يوم القيامة أنت شريك في ثواب هذه الذرية. أنت قلت كلمة، اتصال هاتفي مثلا، تأتي يوم القيامة تفاجأ بالأجر العظيم. ماذا يكلفك هذا الأمر؟ ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل زوج أخاه المسلم. الآن هذا التزويج قلنا أعم من المساعدة المالية أو الشفاعة في الجمع بينهما. امرأة ادعت في زمان إمامنا الباقر عليه السلام، قالت أصلحك الله إني متبتلة. الآن مرة المرأة لا يأتيها نصيب، هذا أمر، ولكن بعض النساء بعض الفتيات تؤخر الزواج لدواعي واهية، بعذر إكمال الدراسة مثلا، وهل الدراسة أقدس من البيت الزوجي؟ أن ترى المرأة ولدها يمشي أمامها 4 سنوات مبكرا، هذا أفضل، أو أنها ترى هذه النتيجة بعد 4 سنوات.
يعني هذه الأربع سنوات من عمرها من هذه الناحية ذهب هدرا. كان بإمكانها في هذه الأربع سنوات أن تنجب طفلين مثلا، طفلا زائدا، مقابل شهادة تعلقها على الحائط مثلا. فوتت على نفسها هذه الغنيمة، هذه الفرصة. هذه المرأة ادعت أنها متبتلة، يعني لا حاجة لها في الزواج. قال لها الإمام: وما التبتل عندك؟ ماذا تقصدين بالتبتل؟ قالت: لا أريد التزويج أبدا. قال: ولم؟ قالت: ألتمس في ذلك الفضل، يعني أريد مقام مثلا. قد يكون هذا التبتل من موجبات التفرغ للعبادة. هي قالت الفضل ولم تبين ما هذا الفضل. في زماننا هذا يعني الدراسة الجامعية مثلا. الإمام صلوات الله عليه قال: انصرفي، يعني اخرجي من هذا المكان، فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة أحق به منك. الزهراء تزوجت، من أنت حتى تدعين أن الزواج يمنعك من الفضل؟ هنالك بعض المغريات الآن، الشاب الأعزب قد لا يغريه بعض المثوبات الأخروية، ولكن في دار الدنيا واقعا هذا إغراء عظيم جدا لمن كان يعتقد. ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها غير متزوج. أتريد فضلا أعظم من هذا الفضل؟ ولهذا بعض المؤمنين الآن، هذا البعض حقيقة بعض نادر، الآن البعض يقول، هذا البعض ظروفه مهيئة، هذا البعض إذا بلغ ولده سن الرشد والبلوغ بعض الآباء يبادر في تزويجه. واتفاقا هذه الزيجات زيجات مباركة، يعني هو في 30 من عمره ومعه صبي يمشي معه، عمره كم؟ في 15 من العمر، صديقان يمشيان، أب في 30 وولد في 15، يا لها من صداقة مباركة. المتزوج النائم أفضل عند الله من الصائم القائم العزب. تزوج حصن دينك. شاب أعزب يصوم ويصلي ولكن عينه تزيغ، ما الفائدة من هذا الصيام ومن هذا القيام؟ الذي يمنع من الزواج ويثبط الهمم من؟ الشيطان اللعين الرجيم. الشيطان يهمه الأمر. إذا تزوج الإنسان سد بابا من أبواب الشيطان. طبعا الشيطان يتكلم، الشيطان له كلام. عندما خلق الله آدم حاور رب العالمين: خلقتني من نار، خلقته من طين. نحن لا نسمع كلام الشيطان ولكن النبي يسمع. يقول: ما من شاب تزوج في حداثة سنه. بعض الإخوان يتزوجون في 40 فما فوق، لا أدري ما العلة. إذا تزوج في حداثة سنه عج شيطانه. العبارة دقيقة، لكل واحد منا شيطان. هذا الشيطان يراقب سلوكه. إذا تزوج قال: يا ويله يا ويله. هذا الشيطان يصيح متألما: عصم مني 2/3 دينه، فليتق الله العبد في 1/3 الباقي. يعني هذا الإنسان بتزويج بزواجه هذا
سد هذا الباب الخطير على الشيطان اللعين الرجيم. كلمة أخيرة، نحن عندما نقول نحث على الزواج، الآن شاب في المجلس الآن أو من يسمع حديثي لاحقا يتحفز للزواج، أول ما يوصي أمه أباه يقول: يا أبا أريد مثلا زوجة جميلة. هذا الإنسان سيصاب بالخيبة. لما؟ لا تزوج النساء لحسنهن، الذي يتزوج المرأة لجمالها وكل إليها. أولا الجمال، لا نريد أن نسترخص هذه البضاعة، لأن الجمال بضاعة النساء كما نعلم. أولا هذا الجمال عبارة عن هيئة في الوجه، نعم تقاسيم الوجه جميلة، اللحم والشحم إلى آخره متناسق، هذا الجلد غطى الوجه بشكل جيد، ولو أزلت الجلد عن الوجه لرأيت العجائب. إذن الجمال هذا الذي يغري الشباب في الشعر عبارة عن مادة بمقص يزول، وأما الوجه فقد ذكرنا اتفاقا هذا في الدنيا يزول قبل الممات. في أواخر العمر الإنسان في كبر السن يحتاج إلى محدث، إلى زوجة تحدثه لا تمتعه، المتعة انتهت أيام الشباب. هذه المرأة التي لا قوام لها، لا عقل لها، لا فكر لها، لا تقوى لها، ماذا تنتفع بها في كبر سنها؟ إذن من اختار بنتا صالحة في الشباب دون مستوى الجمال المتعارف مثلا يقول: يا رب آخذها لإيمانها، هذا الجمال يزول ولكن يبتبقى المؤانسة إلى آخر العمر. أرجعوا رواية النبي: لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن. اتفاقا بعض الحالات الخلاف الزوجي ينشأ من جمال الفتاة، معجبة بنفسها متفرعنة لجمالها لا ترضى بأي رجل، هذا الجمال بلاء لها. ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. إذن إخواني، من أراد أن يزوج ابنه أو هو يتزوج فلينظر إلى الباقي منها لا الفاني. كلمة أخيرة، يتفق بعض الناس يرضى بامرأة الآن لا يرغب فيها كثيرا، الآن لجهة من الجهات لفقرها، لفقر أبيها، أب غير وجيه مثلا، يقول: يا رب أريد أن أسعد هذه الفتاة قربة إليك، ما الذي يحصل؟ وإذا برب العالمين يجعل في رحمها ذرية تقر عينك إلى يوم القيامة، هذا الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. رب العالمين له معادلاته، توكل على الله عز وجل، هو يعلم كيف يربيك ويربي من معك. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج، أبلغه عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلاة.